أنا عايز أتكلم على الفرص اللي بيوفرها البنك لذوي الهمم. قطاع الموارد البشرية مسؤولية كاملة إن هو يعين 5% في البنك. المعايير كمان إيه؟ المعايير عشان دايما بنتسأل السؤال ده. المعايير متغيرة، وده اللي احنا اتعلمناه واحنا بنجهز لبرنامج العباقرة، هي متغيرة على حسب كل إعاقة، ودي ليها شروط اللي بتنزل على الويب سايت أو الموقع البنك الإلكتروني، وممكن أي حد يخش يشوف التفاصيل بتاعتها. الحقيقة المؤسسات الكتيرة اللي احنا بنشتغل معاها، احنا بنشتغل مع المؤسسات اللي هي مختصة بكل الإعاقات في مصر، هم عاملين معانا شغل هايل الحقيقة، وبيقوموا هم بتدريب، احنا بنقفل الدايرة بس هم بيقوموا بتدريب الولاد، فاحنا بناخد الولاد المدربين عشان نشغلهم بالنسبة 5% في البنك. في سبيل ان احنا نعدي 5%؟ الحقيقة دي قوانين قابلة للتغيير، وهدفنا من برنامج العباقرة ان احنا نسلط الضوء على احتياجاتهم، وزي ما حضرتك بتقول الاعداد اعدادهم هي اللي هتحدد احتياجاتهم. احنا لما ابتدينا في ورش العمل في برنامج العباقرة جبنا كل المتخصصين، لانه حضرتك ما ينفعش ان انت تتكلم بالنيابة عن حد، فكان لازم نسمع كل الناس اللي بتتعامل معاهم في مختلف الاعاقات. ورش العمل دي الحقيقه علمتنا حاجات كتير قوي، لما ابتدينا حضرتك كنت متمسك جدا بالفورمات بتاعه البرنامج، فقدرنا ان احنا نعرف ازاي نوظف امكانيات البرنامج ونشوف امكانياتهم ايه والقدرات بتاعتهم ايه وازاي نعدل، وهو ده الهدف على فكره. يعني برنامج العباقره وتسليط الضوء على قادرون باختلاف هي رساله ان احنا نشوف احتياجاتهم ايه عشان نقدر ننفذ اللي هم محتاجينه.